مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. هذا الفيديو الخامس والاخير من جهاز الدارات الالكترونيه. بهذا الدرس بدنا نتعرف على داره المضخم الطارح اللي هي هون رقم 5، الداره الاخيره. تعرفنا الدرس الماضي على الجامع، خلص ما بدي اقول شو اخذنا الدرس الماضي. المهم خلينا نبلش بالدرس. اول شيء بدنا نقيس المقاومات. طبعا بالقانون هل راح اعتبر انه هي ار واحد؟ مو راح اعتبر، هي هيك بالرسمه يعني على الورقه. هي ار واحد، هي ار اثنين، هي ار ثلاثه، هي اربعه. طبعا شرط المضخم الطارح انه يكون ار واحد تساوي ار ثلاثه وار اثنين تساوي ار اربعه. بس اختل واحد من هالشرط، واحد من هالشروط، قلبت الداره صارت يعني صارت غير دنيا، صارت اما مضخم عاكس او غير عاكس، بنحكي عنه باخر الفيديو. تمام؟ اهم شرط يكون عندي انه ار واحد تساوي ار ثلاثه وار اثنين تساوي ار اربعه. طيب بنلاحظ انه واحد اثنين ثلاثه ثابتات واربعه متغيره. طيب انا حتى احقق الشرط بدي اعمل 4 تساوي 2، وهلا بدي بالفيديو اشوف شلون راح اعمله مع بعض. خلينا اول شيء نقيس هي الافو، نحطه على سكشن، لا الام، ونبلش نقيس. طبعا مطفي الباور سبلاي وما في شرطان. هي طلعت معي 15 كيلو اوم تقريبا. هي الار واحد، الار ثلاثة لازم تكون نفسها فعلا 15 كيلو اوم. من قيس الار اثنين هي طلعت معي 30 كيلو اوم. طيب هلا انا بدي اجعل ار اربعة هي تساوي لهي يلي تساوي 30. هلا ما هي طريقه عمليه انه انا اشيل هاد واقيسها هيك مباشره، جوزي انه انسى القيمه ما انسى القيمه. الطريقه العمليه انه انا اوصل الداره، والقانون عندي شو هو؟ ار اف على ار اس بفي 2 ناقص في 1. طيب بالطارح القانون ار 2 على ار 1 بفي 2 ناقص في 1. طيب اذا المقاومات كل في 2، انا اذا نفس الجهد في 2 تساوي في 1، معناتها لازم يطلع معي في اوت صفر. إذا الشرط محقق والقانون كله محقق، معناتها أنا بحاطة الطارح وفي 2 تساوي في 1، معناتها رح يطلع معي الفي أوت صفر. معناتها أنا هلا ايش رح أعمل؟ رح أوصل الدارة على نفس الجهد اثنيناتهم، وقت أشتغل مثلا على هذا الجهد خلينا أقيسه، خليه يعطيني 1 فولت. بشغل باور سبلاي وبحط الأسود على الجراوند وهي على سكشن فولت وهي الأحمر هون، وبعير حتى يطلع معي 1 فولت. معي رقم 1 فولت. تمام، وهلا بشيل بوصل الداره للطرفين على نفس الجهه، الجهه تساوي اول وصله لهون وثاني وصله من نفس الجهه نفس القيمه لهون. حلو. طيب انا هلا بدي اقيس الفي اوت. اذا الشرط محقق تبع الطارح لازم يطلع صفر، إذا مو محقق أنا أصلا أول فيديو طلعت ار 1 تساوي ار 3، أول شرط محقق، بقى عندي ثاني شرط يلي ار 2 تساوي ار 4، إذا مو محقق بدي أغير بهي حتى يصير معي. بنقيس في أوت لازم يطلع معي صفر تقريبا، يعني صاير صفر، مو صفر بتظبطوه حتى يصير صفر هذا. تمام؟ هلا أنا إيش عملت؟ انه بالاخير يعني انا عملت هل ار 2 تساوي ار 4، حققت شرط الطارح. تمام لحد الان؟ طيب طيب خلينا نتاكد من الحكي. بشيل بفك الشرطان، بطفي الباور سبلاي، خلينا نقيس هاي كانت 30 كيلو امبير. تقريبا 30. ونقيس الثانية، طيب بنقيس هلا الثانية والجراوند بنحطه هون، بنلاحظ انه طلعت 30 تقريبا نفس القيمة اثنين. تمام؟ طيب هلا عندي الحالة الثانية او المرحلة الثانية بنقدر نقول انه انا بدي اوصل الدارة بس على جهدين مختلفين، بدي اعير الجهد. هلا انا هذا معيره على 1 فولت، بدي اعير هذا على 2 فولت ونوصل. بنشغل كمان الجهد، بنحط هذا على سكشن فولت، بقيس الجهد وبغير بهي الزرقة حتى يصير معي 2 فولت. انا داخل من هالمدخل هذا 2 فولت. تمام؟
هلا بوصل الدارة، بدي أوصل R1 V1 مع اللي قيمته واحد اللي هون أنا مايرة، و R2 أو V2 مع الجهد 2. تمام؟ طيب هلا بدي أقيس الـ Vout ونشوف إيش بده يصير معي. بشغل بنلاحظ انه طلعت معنا 2. طيب ليش اصلا؟ شوفوا القانون، هذا هو القانون يلي عم بشتغل عليه، في اوت ار 2 على ار 1 في 2 ناقص في 1. هلا انا بالحاله السابقه انا وصلتهم اثنيناتهم على نفس الجهد، اثنيناتهم على نفس الجهد يلي كان هو هون 1. انا لما غيرتهم هون صارت في 2 هي 2 والفي 1 هي 1. عوض بالقانون 30 على 5 بيطلع معي 2 فولت مثل ما طالع معي بالاوت. طيب هلا بنقيس الفي اوت بس بحاله الفولس، بنحطها على الفولس وبنقيس الفي اوت وشغل الاوفر وشغل باور سبلاي. طبعا طلع معي 1.79 تقريبا 1.8. بنلاحظ انه صار في عندي هبوط بالجهد الفي اوت معي. طيب ليش؟ بدي اشوف وين صار التغير معي. بنرجع بنقيس المقاومات، بنطفي الجهد، بنفك الوصلات وبقيس ار 1. أنا أشوف وين التغير صار. ثلاثين هي كانت 15 صارت 30. تمام؟ معناتها صار معي تغير بهالمقاومة. طيب بنلاحظ إنه هي 30، هلا من شوي كانت معي 15. هلا شرط الطارئ إنه يكون معي R1 تساوي R3. الشرط لسه محقق، خلينا نشوف. قال هي 15 لحالها وهدي 30، معناتها اختل شرط الطارح، معناتها هي الدارة كلها صارت عندي ما اسمها طارح، تغيرت اما بقى هون حسب الحالات، حسب الشيء الموجود عندي، مضخم عاكس، مضخم غير عاكس، حسب الشيء الموجود عندي. او ممكن يكون مع بعضهم مثل ما بنشوف يعني بالمسألة، انه يكون هو عاكس وغير عاكس، حسب الشيء اللي بأرضه انا بيدخل الجهة من الطرف الثاني وبكون حسب الحالة اللي عندي اياها. تمام؟ هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، خلصت السلسلة كلها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا، ما تنسونا نصالح الدعاء. السلام عليكم.